تجري لمستقر لله ذلك تقدير العزيز
عليم والأرض قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل للفلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين قال من يحيي العظام وهي
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا Thank you.
له من عبادنا المؤمنين. ثم أعرضنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهة فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتلاه لليمين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ بقى إلى الفلك المشحون فساء فكان من المدحضين فالتقم الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسلمين
لكم ولا تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن لدنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين فأبصرهم فسوف يبصرون فبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.
أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافئات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب مهدوها علي فطبق نفسه بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم علا قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل فناء والله مع آخرين محرمين بأصفاد هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار
يعلم غاية بعزتك لأوحينهم أن يعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين إما Thank you.
إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني يقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد فمن يتخذ بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ادعوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عبرة لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل فليستبهان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. في هذه كتاب الله للحق فاهتدوا لأياته وطهوره حق تتابعه صدقوا هذه الكتاب يزيدكم صلاة وإحسانا فإن حق الهدي وفينا الإسلام وحفظا وحكمة وفريضة يدخل خير من الذي لا تنسى الله العظيم ما ينسى
أنفسكم في أنفسكم وادعوا بكل لحظة أجيب الدعاء يا أستجيب دعاءكم دعوتك فاستجب إلي دعوتي أجيب الدعاء يا أستجيب دعاءكم دعوتك فاستجب إلي تعظيم الله كما تعالى نور المطلق يا بقى دين نقاط ونور في قلبي وسمعي ومقلدي